طيب خلونا بقى يا باشمهندسين نتكلم في احمال الرياح وفقا للاي اس سي اي 716. احمال الرياح وفقا للاي اس سي اي 716 يعني ركز معايا، هي سهله ولكن ملخبطه شويه، فركز معايا تمام. زي ما اشتغلنا في اليو بي سي يا باشمهندسين، انا هحاول بقى ان احنا ما نعيدش الكلام. احنا عندنا يا باشمهندس ايه، عندنا ضغط الرياح عايزين نحسبه، جبنا ضغط الرياح بنضربه في الاريا يدينا الفورس، بس كده يا باشمهندس خلصت، حسبنا قوه الرياح. فاحنا دلوقتي بنلف وندور دايما في احمال الرياح ان احنا نحسب ضغط الرياح، خلاص. فاكر الضغط ده بيكون ايه، على المتر المربع، خلاص ماشي. القيمه اللي هتطلع هتكون بالكيلو نيوتن على المتر المربع زي ما قال لنا، خلاص. طيب المعادله بتاعته بتقول لك ان كيو في جي في سي بي ناقص كيو اي في جي سي بي اي، تمام. فركز بقى معايا يا هندسه، تمام. مبدئيا الكيو هو ايه، هو ضغط الرياح الاساسي اللي كنا بنحسبه هناك يا باشمهندس، كنا بنقول نص في الرو في الفي سكوير، تمام. هو بقى ايه، هو الكيو ده، خلاص. فسيب الكيو دلوقتي والكيو اي، سيبهم دلوقتي، خلاص سيبهم للاخر، هنحكي عليهم دلوقتي. طيب الجي دي يا باشمهندس هو الجاست فاكتور، كنت كلمتك عن الجاست فاكتور وقلت لك في الاي اس سي بقى فصل لك الجاست فاكتور، كان هناك عنده معامل اسمه سي اي، جمع لك ما بين الجاست فاكتور والكي زد اللي هو ايه، معامل التعرض اللي بيعتمد على ارتفاع المنشأ، تمام. جه هنا للدقه يا باشمهندس قال لك انت هتاخد الكي عفوا الجي الجاست فاكتور لوحده، وده حاجة مهمة جدا، لأن الجاست فاكتور ده معامل مهم، هو معامل تخفيض، ومش بس كده، ده أهميته بقى الكبيرة إن هو بياخد لك التأثير الديناميكي لأحمال الرياح، تمام؟ وده سؤال مهم جدا في الانترفيو، يجي يقول لك أنت إزاي ممكن تاخد التأثير الديناميكي أو تصمم الرياح دايناميك، فأنت تقول إيه؟ إيه الرياح دايناميك ده؟ يعني إيه الرياح دايناميك؟ تقول له يا باشمهندس هي بنفس الطريقة، ولكن باخد إيه؟ بحسب الجاست فاكتور، تمام. فلما نيجي بقى للجاست فاكتور ونشوف ازاي بنحسبه، المهم ان الجاست فاكتور ده يا باشمهندس هو اللي بياخد لك التأثير الديناميكي لأحمال الرياح، خلاص يا باشمهندس. طيب طيب السي بي هو معامل ضغط الرياح الخارجي اللي هو كان هناك اسمه السي كيو، تمام، اللي هو مثلا عندي هنا ضغط وعندي سحب، كنت بقول ده ب 8 من 10 وده ب 5 من 10 واجمعهم على بعض، هو ده بقى ايه، السي بي هنا، تمام. طيب الجي في السي بي اي ده يا باشمهندس حاجه واحده، يعني ده مش جاست فاكتور في السي بي، لا هو ده حاجه واحده، ده معامل كده على بعضه اسمه جي سي بي اي، تمام. وده معامل بيعبر عن ضغط الرياح الداخلي مش الخارجي بقى. هو يا باشمهندس الفكره في الاي اس سي اي اللي هو يا باشمهندس عمل لك المعادله الرئيسيه هي ديت، وراح طرح لك منها ضغط الرياح الداخلي، يعني خد لك تاثير ضغط الرياح الداخلي، خلاص. يعني لو انت عندك منشأ بالشكل ده، في هنا فتحة باب، فالرياح بتخش من هنا وبعد كده بتخرج من الشبابيك ومش عارف ايه وكده، فطبعا في ما دام الرياح دخلت جوه فبيكون لها تأثير تاني على المنشأ، تمام. فهو خد لك التأثير ده، فالترم ده يا باشمهندس كله هو ضغط الرياح الداخلي، فاهمني، والترم ده هو ضغط الرياح الخارجي، خلاص. فده اسمه معامل ضغط الرياح الداخلي بقى، خلاص، انما ده معامل ضغط الرياح الخارجي، تمام. وهنتعلم ازاي نحسب، تمام. طيب طبعا احنا لسه هنتعلم ازاي نحسب كل الكلام ده. نيجي بقى للكيو، تمام. الكيو ديت يا باشمهندس والكيو اي دول عباره عن ايه، هو ضغط الرياح الاساسي، ده معروفه ما فيهاش حاجه، انا قلت لك الكيو دي بتبقى ضغط الرياح الاساسي، ودي بتبقى حسب المنطقه اللي انت فيها. الحاجه اللي بتلخبط بقى في الاي اس سي اي 716، خلي بالك الاي اس سي اي 710 ابسط من كده، يعني الرياح في الاي اس سي 710 هو بس شايل لك الترم ده، خلاص، وما فيهاش التعقيد بقى اللي جاي ده اللي انا هقوله. قال لك يا هندسه الكيو ديت هتساوي الكيو زد، يعني الكيو ديت هتساوي الكيو زد. طب ايه الكيو زد ده يا باشمهندس؟ الكيو زد ده يا باشمهندس اللي هو معامل اللي هو ضغط الرياح الاساسي، كنا بنحسبه ازاي؟ كنا بنقول في اليو بي سي نص في الرو في الفي سكوير، تمام. هنا يا باشمهندس بنحسبه من يعني حاجه شبهها كده بالظبط، شويه معاملات هنتكلم عنها دلوقتي بس معاملات بسيطه جدا وسهله، في برضه في الفي سكوير. يبقى ده ايه يا باشمهندس؟ ده ضغط الرياح الاساسي، مفيش فيه مشكله، هنحسبه بكل سهوله، المعادله دي سهله جدا، تمام.
فاذا قال لك ان الكيو ديت هي الكيو هي هيها الكيو زد خلاص. طب ما قالناش هنا الكيو زد على طول ليه يا باشمهندس؟ قال لك اه ده الكيو هنا اللي بنستخدمها هنا هي الكيو زد فور ويند وورد وول. فاكر الويند وورد يا باشمهندس؟ ان انا عندي المنشا اهو تمام، لما بعرضه من هنا كده يا باشمهندس تمام بيكون عندي هنا ضغط وفي هنا ايه سحب. الضغط ده يا باشمهندس بيأثر على الحائط دي فبيكون يسمى ويند وورد تمام فاكر، ودي اسمها لي وورد تمام. اهو مثلا ادي الويند اهوت مأثره على المنشأ بتاعي، الجزء اللي هنا يا باشمهندس بيكون ايه ويند وورد والجزء اللي هنا بيكون لي وورد. فهو جه هنا قسمها لك تمام، قال لك فور ويند وورد اللي هو المساحه اللي احنا هنأثر بيها من الناحيه دي اللي هو الضغط يعني هنستخدم الكيو زد. حلو الكلام، حلو الكلام جميل. وقال لك ايه تاني؟ قال لك ده في قيمه تانيه للكيو مش قيمه واحده بس، يعني مش هنستخدم دايما الكيو زد، عندي حاجه تانيه. قال لك الكيو تساوي الكيو اتش. طب ايه الكيو اتش ده يا باشمهندس؟ الكيو اتش خلي بالك انا قايل لك اهوت، الكيو زد هو ضغط الرياح الاساسي عند ارتفاع زد تمام. طيب ارتفاع زد اللي هو يعني اللي هو لو جينا نبص مثلا على الجداول، ادي ارتفاع زد اللي هو ارتفاعات يعني اللي بتكون في الجدول، الجدول شبه جدول معامل التعرض اللي شفناه في اليو بي سي، هو هو تمام، هي دي الارتفاعات بتاعتي. فهو ده الزد بقى تمام. طيب قال لك الكيو اتش بقى يا باشمهندس هو ضغط الرياح الاساسي برضه عند ارتفاع اتش. طب ارتفاع اتش ده يا باشمهندس؟ بيقول لك ارتفاع اتش ده اللي هو اعلى نقطة في المنشأ، يعني مثلا أنا المنشأ بتاعي اهوت تمام، كنا بنقول حسب بقى الارتفاعات فبيتقسم كذا جزء تمام، فآخر جزء ده يا باشمهندس هو بقى الكيو اتش. خلاص؟ فهمتني؟ يعني إيه؟ يعني بيكون عندي هنا قيمة تمام؟ كيو بتأثر هنا وهنا وهنا وهنا، لا بقول لك آخر واحدة بقى أنا هسميها لك كيو اتش، ولكن هطرح منها الدروة الجزء اللي بيكون فوق متر ده. خلاص يا هندسه تمام. طب قال لك امتى بنستخدم الكيو اتش؟ احنا عرفنا ان في قيمتين للكيو، قيمه ممكن تكون كيو زد وقيمه ممكن تكون كيو اتش تمام. والكيو كيو زد قلنا بنستخدمها في الويند وورد الناحيه دي. قال لك طب في اللي وورد بقى يا باشمهندس هنستخدم الكيو اتش، ومش بس كده السايد وول والروف. السايد وول يا باشمهندس اللي هي الجوانب وايه والسقف كمان، ده لو انت هتحسب على الجوانب والسقف بس، احنا في الغالب بنحسب الناحيه دي والناحيه دي خلاص، اللي هو ايه في الاتجاه الرئيسي يعني تمام. فبيقول لك السايد وول والروف كمان بنستخدمهم الكيو اتش. خلاص يا هندسه. طيب كده كده عرفنا ايه قصه الكيو. الكيو ليها قيمتين، قيمه للويند وورد وقيمه للي وورد والسايد وول والروف تمام. فلو جينا نبص على الصور ديت من الكود، الصور دي من الكود، قال لك ان الرياح اتجاهها كده، الرياح اتجاهها كده يا هندسه تمام. فاللي هنستخدمه هنا في الويند وورد كيو زد خلاص. طب في اللي وورد يا باشمهندس لا هنستخدم الكيو اتش. طب في السايد وول هنستخدم الكيو اتش زي ما قلت لك، سايد وول عفوا لي وورد سايد وول هنستخدم الكيو اتش ده، وقال لك كمان وايه والروف كمان كيو اتش تمام. طب وده يا باشمهندس لا ده الويند وورد هنستخدم الكيو زد. يبقى الكيو زد بنستخدمها في حاله واحده عشان ما تلخبطش نفسك، الكيو زد بنستخدمها في حاله واحده اللي هي الويند وورد. اللي وورد والسايد وورد كل اي حاجه ثانيه يا باشمهندس بنستخدم لها كيو اتش خلاص. طيب الكيو اي بقى يا باشمهندس، قلت لك ان الكيو اي هو ضغط الرياح الداخلي، يعني كيو اي هو ضغط الرياح الداخلي عند ارتفاع ايه اتش. قال لك بقى كيو اي يا باشمهندس احنا بناخد الكيو اي بتساوي زد، يعني اول حاجه كده قال لك الكيو اي احنا هناخدها تساوي زد. طيب انا بس في حاجه، في حاجه لا هنا هنا كيو اي هنا لسه ما جيناش لهنا عفوا. قال لك كيو اي تساوي كيو اتش، اول حاجه كيو اي تساوي كيو اتش تمام. كده انا جيت هنا قلت لك كيو اي تساوي كيو اتش. طب الكيو اتش اللي كان ده كان ايه يا باشمهندس؟ الكيو اتش ده اصلا كان ضغط الرياح الاساسي عند ارتفاع اتش، صح يا هندسه؟ تمام.
يبقى اذا الدنيا مرتبطه ببعضها شويه. يبقى كيو اي تساوي ايه؟ كيو اتش. ولكن قال لك الكيو اي تساوي كيو اتش فور ويند وورد والسايد وول واللي وورد وول، يعني كل حاجه، والروف كمان، يعني كل حاجه خلاص هنستخدم لها ايه؟ كيو اتش هنا. ولكن جه قال لك ملحوظه مهمه جدا، قال لك الكلام ده في الانكلوزد بيلدينج. تمام تمام، يعني ايه انكلوزد بيلدينج؟ وجي قال لك كمان اند نيجاتيف انيرشينال، عفوا، نيجاتيف انترنال بريشر اليفيشن ان بارشلي انكلوزد بيلدينج. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني النيجاتيف انترنال بريشر هناخده في البارشلي انكلوزد بيلدينج بايه؟ بالكيو اتش. تمام. طيب ايه الانكلوزد بيلدينج وايه البارشلي انكلوزد بيلدينج ده الاول؟ لو جيت تبص معايا يا باشمهندس على الصور ديت هتعرف يعني ايه انكلوزد بيلدينج والبارشلي انكلوزد. لو جينا نبص كده يا باشمهندس على المنشأ ده هتلاقي المنشأ ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيكل، خلاص. فده يا باشمهندس اسمه اوبن بيلدينج، يعني ده منشأ مفتوح. لو الرياح جت من كده او جت من كده كأن المنشأ مش موجود اصلا، مفتوح، مش هتأثر غير فوق هنا، خلاص. فده اسمه اوبن بيلدينج. تمام. بيقول لك 80% اوف وولد ار اوف وولز ار اوبن، يعني 80% والحوائط مفتوحه تقريبا. ده بقى الانكلوزد بيلدينج، منشا مقفول تماما، هو ده بقى اللي بيتكلموا عليه. طيب كان بيقول لك برضه البارشلي انكلوزد، البارشلي انكلوزد هو منشا في يعني مش مقفول تماما زي ده، في شبابيك وكده، خلاص. فده البارشلي انكلوزد، يعني ايه؟ ما بين المقفول وما بين الايه؟ المفتوح يعني. خلاص يا هندسه. اذا احنا بناخد الكيو اي تساوي الكيو اتش في حاله الانكلوزد بيلدينج. تمام. سيبك من الايه؟ من نيجاتيف انترنال بريشر ده. تمام. طب بالنسبه بقى للبارشلي انكلوزد، تمام، للبارشلي انكلوزد بيلدينج والاوبن بيلدينج بناخده يا باشمهندسين، بناخد الكيو تساوي الكيو زد. تمام. يبقى اذا احنا في الاول لازم نروح نحسب الكيو زد والكيو اتش، خلاص، هما دولت اصلا يعني محور كلامنا كله. حسبت الكيو زد هنستخدمها هنا، حسبت الكيو اتش هنستخدمها هنا. تمام. وبعد كده يا باشمهندس قال لك بقى كيو اي تساوي كيو اتش، وهنا كيو فور انكلوزد بيلدينج، خلاص. طب في البارشلي انكلوزد والاوبن هنستخدم الكيو زد. ولكن جه قال لك ملحوظه مهمه جدا، قال لك انا افضل ان انت تستخدم حتى في البارشلي انكلو في الـ عفوا في الاوبن والبارشلي انكلوز تستخدم الكيو اي تساوي الكيو اتش، خلاص. يبقى اهوت احنا هنا بنستخدم الكيو اي تساوي الكيو اتش فور ويند وورد والسايد وورد واللي وورد والروف وكل حاجه، ولكن فور انكلوزد بيلدينج بس، خلاص. ولكن جه قال لك في البارشلي انكلوز والاوبن احنا ممكن نستخدم ايه؟ الكيو زد. ولكن قال لك انا الكود هو اللي قال لك افضل، تمام، ان انت تستخدم الكيو اي حتى في الحاله ديت تساوي الكيو اي اتش. يبقى اذا دايما الكيو اي تساوي الكيو اتش، كيو اي تساوي الكيو اتش دايما. طب الكيو هنستخدمها بقيمتين، مره كيو زد في حاله ايه؟ كيو زد في حاله الويند وورد، بقيه الحالات كلها كيو اتش. خلاص يا هندسه، هي دي بس ايه الحته اللي انا كنت خايف ان انت يعني تلف معايا. اتمنى اكون وضحتها وشرحتها باستفاضه. تمام. بقيه المعاملات نقدر نجيبها. يبقى خلاص كده يا باشمهندسين، القصه يعني القصه بالنسبه لي في حاجه واحده، ان انا احسب الكيو زد والكيو اتش، خلاص. بعد كده كل الدنيا سهله.